كان ابن الرومي من الأدباء الكبار، وإن كان عليه ما عليه في عقيدته، وكان سيئا في تشاؤمه إلى حد لا يحتمل، يتشاءم بكل شيء. فقال: اشتروا لي غلاما واحرصوا على اسمه أن يكون اسما حسنا حتى لا أتشاءم. فجعل أهله يطوفون في السوق حتى اشتروا له غلاما اسمه إقبال، يعني إقبال الخير إليك، إقبال الصلاح، إقبال الهدى، إقبال الرزق، إقبال السعادة. فلما جاءوا به إليه قال: ما اسمك؟ قال: إقبال. فأعجبه الاسم، ثم سكت قليلا وغلبت عليه طبيعته المتشائمة وقال: أخرجوه عني، وغطى وجهه: أعوذ بالله، أخرجوه عني. قالوا: لما؟ اسمه إقبال. فقال: إني قد قلبت اسمه فصار لا بقاء. إذا قلبت إقبال صارت لا بقاء، فهذا معناه لا بقاء لي في الدنيا، لا بقاء لأولادي، لا بقاء لمالي، لا بقاء لرزقي، لا بقاء لكذا، أخرجوه عني. وطرده.